للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي من لندن. أهلا بك معنا دكتور. يعني العالم شرقا وغربا يعاني من التضخم، كيف السبيل للنجاة من هذه الأزمة خاصة الدول الأوروبية؟ بالنسبة للدول الأوروبية خاصة، يعني قد يكون الوضع أكثر صعوبة من باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. هنا أنا أخص منطقة اليورو، لأن البنك المركزي الأوروبي تردد كثيرا قبل بداية نهجه في رفع نسب الفائدة في منطقة اليورو، وهو متأخر كثيرا في اللحاق بنفس النهج الذي اعتمده بنك إنجلترا المركزي وبالتأكيد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وحال التردد من قبل البنك المركزي الأوروبي لها أسباب وجيهة، لأن العديد من الدول الأوروبية تعاني من مستوى مديونية مرتفع بشكل قياسي، في مقدمتها إيطاليا التي تعاني من مستوى مديونية يزيد عن 150% من الناتج الإجمالي المحلي الإيطالي. وعندما يقدم البنك المركزي الأوروبي لرفع نسب الفائدة، بالتأكيد تكلفة خدمات الديون لهذه الدول سوف ترتفع بشكل خطير، ويمكن أن تواجه منطقة اليورو نفس السيناريو، وقد يكون هذه المرة أكثر خطورة لما شهدته في عام 2012، ما يعرف اقتصاديا بأزمة الديون الأوروبية. بالإضافة لإيطاليا، هناك يعني 5 دول أوروبية أخرى تعاني من ديون سيادية. طيب، هل السيناريوهات التي تعيشها أوروبا حاليا هي الأسوأ، أم أن هناك أسوأ قادم مع نقص الطاقة، مع نقص الغذاء، يعني دخول فصل الشتاء والحاجة إلى الطاقة والتدفئة وكذا؟ طبيعة السيناريوهات التي تعيشها أوروبا الآن، وأيضا البدائل والخيارات المتاحة أمام أوروبا للتعامل معها في الفترة المقبلة. بالتأكيد الوضع الحالي بالنسبة للاقتصادات الأوروبية هو سيء جدا، ومن المتوقع أن ينتقل إلى ما هو أكثر سوءا وأكثر خطورة، لأن أوروبا كقارة بمجملها فقدت عامل الأمان والاستقرار بالنسبة لأحد أهم قطاعاتها الاقتصادية، وهو قطاع الطاقة. يعني يمكن القول واقعيا وتاريخيا بأن القارة الأوروبية ازدهرت ونمت اقتصاديا بفضل الغاز الروسي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية آمنا مستقرا عبر أنابيب وذو تكلفة رخيصة جدا مقارنة مع ما تدفعه أوروبا حاليا للغاز المسال، خاصة الأمريكي. يعني هناك تقارير تشير إلى أن أوروبا تدفع ما يزيد عن 5 أضعاف ما كانت تدفعه لروسيا مقابل غازها الطبيعي. لذلك فقدان قطاع الطاقة الأوروبي عامل الأمان والاستقرار يجعل أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الغاز المسال، وهذا الغاز المسال هو غاز غير آمن وغير مستقر، هو متذبذب في سعره وفي وجهته، يمكن أن تغير شحنة الغاز المسال حتى وهي يعني في حتى وهي تبحر، يمكن أن تغير وجهتها إلى وجهة أخرى تدفع ثمنا أعلى. لذلك أوروبا حاليا مضطرة لكي تعتمد على الغاز المسال، وهذا بالتأكيد سوف يرفع مستوى التضخم للفترة المقبلة، وسوف يعني ترغم البنك المركزي الأوروبي لاعتماد إضافي لرفع نسب الفائدة. وهناك مخاطر كبيرة جدا من أن الدول التي تعاني من مستوى مديونية مرتفع يمكن أن تواجه أزمات اقتصادية أكثر خطورة مما شهدته اليونان في عام 2010، وحينها الجميع يتساءلون من الجهات التي يمكن أن تنقذ إيطاليا ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو. لذلك طيب، الوضع جدا سوداوي بالنسبة. ما حال يعني الناس في الشارع الأوروبي؟ يعني هل ما زالت لديهم سعة صدر لاستيعاب صدمات خاصة بالغذاء، ارتفاع الأسعار، هناك مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور، هناك مظاهرات وكذا في الشوارع، ما طبيعة التعامل المتعلقة بالناس في الشارع الأوروبي مع هذه الأزمات المتكررة؟ أشكرك على هذا السؤال، سؤال وجيه وواقعي. يعني هناك العديد من الدول الأوروبية قامت ب يعني
يعني بتجهيز خطط للتعامل مع مثل هذا الوضع وتحديد سقف لأسعار الطاقة خاصة بالنسبة لألمانيا. ولكن مثل هذه الخطوة هي بالتأكيد سوف لن ترضي الشارع الأوروبي، وقد شهدنا بوادر الغضب بالإضافة للمظاهرات التي ذكرتها، شهدنا بوادر وملامح الغضب تنعكس في صناديق الاقتراع. الانتخابات الإيطالية الأخيرة كانت أصدق مثال على ذلك، يعني الإيطاليون فضلوا أن يصوتوا لحزب لديه انتماءات تاريخية مع الفاشية الإيطالية، حزب جورجيا ميلوني، يعني هو حزب تاريخي مرتبط بالفاشية الإيطالية، والإيطاليون فضلوا أن يصوتوا لهذا الحزب بدل من أن يصوتوا لحزب يعني يعتمد استراتيجية الاتحاد الأوروبي. لذلك إيطاليا حاليا انتقلت إلى اليمين واليمين المتطرف، وهذا بالتأكيد يتنافى مع روح الاتحاد الأوروبي واستراتيجيتها الشاملة. كذلك أيضا بالنسبة للسويد، انتخابات أخرى نقلت السويد إلى اليمين المتطرف. فرنسا الانتخابات الأخيرة أفقدت الرئيس ماكرو، حزب الرئيس ماكرو، الأغلبية البرلمانية. لذلك حل الغضب الأوروبية سوف تنعكس في صناديق الاقتراع، وهذا هو السيناريو الذي يرعب الاتحاد الأوروبي، لأن اليمين المتطرف بالتأكيد يتنافى مع يعني أجندة واستراتيجية الاتحاد الأوروبي ككل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي من لندن.